وللمزيد حول تطورات وتداعيات الأوضاع في غزة مع تصاعد العمليات النوعية للمقاومة والأنباء عن أسر جنود للاحتلال في جباليا بالتزامن مع حالة الانقسامات داخل حكومة وجيش الاحتلال، ينضم إلينا عبر خدمة زوم من جنين الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمود خلوف القضاة، وأيضا عبر سكايب من القدس عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس رتيبة النتشة. مرحبا بضيوفي الكرام. أبدأ معك دكتور محمود خلوف، بعد 232 يوما من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وبعد ما يجري من عمليات تصفية وقتل وتدمير أمام أنظار العالم، لا زالت المقاومة صامدة، بل وأكثر من ذلك لا زالت تأسر من العدو الصهيوني، ولا زالت تتوج بنصر بحسب ما يصف الكثير من المحللين العسكريين بالمقارنة النسبية ما بين جيش الاحتلال الصهيوني وبين المقاومة الفلسطينية، إلى ما يرجع ذلك؟ أولا هذا يرجع لقوة التخطيط ووحدة العمل في الميدان، ونتيجة هذا الأمر كان أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تكسر قاعدة الأمن الإسرائيلي. إسرائيل وضعت شروط أربعة في مقدمتها: القضاء على حماس، السيطرة على الأوضاع الأمنية، عودة المستوطنين إلى مستوطنات الغلاف. لا يتحقق أي من هذه الأهداف، بل على العكس تماما، اليوم نتحدث عن قيام المقاومة الفلسطينية من عمق رفح وعلى مقربة من العدوان والعمليات الإسرائيلية بقصف عمق تل أبيب الكبرى، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن العاصمة الفعلية لإسرائيل على صعيد منظومة الأمن والاقتصاد والهايتك والتكنولوجيا هي تحت مرمى المقاومة الفلسطينية بعد أكثر من 7 أشهر من هذا العدوان الكبير، ما يظهر أن أمن الإسرائيلي لا زال يترنح، وأن كل ما يتحدث عنه بنيامين نتنياهو هي عبارة عن وعود غير قابلة للتحقيق. وربما هذا الذي يبرر كم أن مجلس الحرب أصبح مضطرا للحديث عن صفقات، بعدما كان سموتريتش وابن جفير يرفضان الحديث من حيث المبدأ عن موضوع صفقة مع المقاومة. ولهذا السبب نحن أمام دقائق تفصلنا عن اجتماع المجلس الإسرائيلي للحرب من أجل بحث إرسال وفد إلى الدوحة للحديث عن تهدئة، والآن يتم العودة إلى المربع الأول، يريدون قولبة الأمر وإظهاره بطابع إنساني وعقائدي، ويزعمون بأن الأمر له علاقة بقرب احتفال الفلسطينيين والمسلمين بعيد الأضحى المبارك، وسبق أن تغنوا بمثل هذا الشيء خلال شهر رمضان وخلال شهر عيد الفطر السعيد، ما يظهر أنها كلها مزاعم، وأن الأمر له علاقة بحسبة داخلية، وله علاقة بقناعات تتبلور لدى إسرائيل بأن منظومة الأمن لا زالت تترنح، وأن بنيامين نتنياهو بات غير قادر على إقناع جمهوره بأنه قادر على تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة سابقا. نعم، قم علي لو سمحت أستاذ دكتور محمود. أستاذة رتيبة النتشة، مرحبا بك. الاحتلال نفى أسر أي من جنوده رغم المقاطع المصورة التي تظهر أمام يعني مواقع التواصل الاجتماعي وأمام الفضائيات وأمام الشاشات وأمام كل ما هو واسطة لنقل أي فيديو، هل لا زال الشارع من وجهة نظرك يعني يصدق بالرواية الحكومية للكيان المحتل؟ يعني طبعا الشارع الإسرائيلي يطلق على بنيامين نتنياهو الكاذب الأكبر، وهم دائما يدعونه بأنه كاذب بين كاذب، وبالتالي كل ما يصدر عن بنيامين نتنياهو من أقاويل أو تصريحات هو غير مصدق الآن في الشارع الإسرائيلي بشكل مطلق جدا. ونحن اعتدنا يعني منذ سنوات هذه سياسة الجيش الإسرائيلي بأنه لا يعلن عن الضحايا ولا يعلن عن حجم الخسائر خاصة البشرية بشكل مباشر، ودائما يجد تغطية لهذه الخسائر البشرية. اليوم الإعلام الإسرائيلي أو منذ الأمس الإعلام الإسرائيلي يتحدث بأن الجيش الإسرائيلي لم يعد فيه ضباط أو كبار ضباط لقيادة الجيش نتيجة الخسائر التي تلحقها المعارك. ألا تعتقدين أن هذه الأساليب يعني بإنكار ما يحدث
من أسر أو عمليات مثلا قصف تؤدي إلى قتل إسرائيليين، وهذا عملية الإنكار والأسلوب، ألا تعتقد أن هذا الأمر له تاريخ من عشرات السنين، يعني ليس جديدا؟ طبعا 100%. نحن يعني كما تحدثت نحن معتادين انه الجهاز العسكري الاسرائيلي والمؤسسه الامنيه العسكريه الاسرائيليه ترفض الاعلان عن اي طبيعه عمليات تقوم بها والخسائر التي تتكبدها في هذه العمليات، وهذه سياسه معروفه. وحتى عندما يتم نشر شيء في الاعلام يقول تحت بند سمح بالنشر، بمعنى ان هنالك تغطيه على كل هذه الخسائر وكل هذه العمليات، فقط ما يسمح بنشره ضمن رواية الدولة فقط وضمن رواية المؤسسة الأمنية هو ما يتم نشره. وقد يعني أصبح من الواضح جدا حتى للمجتمع الإسرائيلي نفسه بأن هذه الأرقام ليست صحيحة، بأن هذه الخسائر ليست صحيحة، ولا أحد يصدق الإعلام الإسرائيلي الذي حاول يعني حجب المعرفة وحجب المعلومات عن المجتمع الإسرائيلي بمنع الكثير من المحطات من البث، بحجب المحتوى عن وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هنالك طرق عديدة يصل إليها حتى المجتمع الإسرائيلي نفسه لهذه الصور وهذه الفيديوهات ويتداولها بشكل كبير جدا. وكنت أتحدث أن الإعلام الإسرائيلي تحدث أنه اليوم لا يوجد قيادة حقيقية للجيش الإسرائيلي نتيجة الخسائر في الضباط وكبار الضباط في الجيش، ومن يخوضون المعارك اليوم هم جنود غير مؤهلين ولا يمتلكوا الخبرة العسكرية والتدريب الكافي ويتم الزج بهم في المعارك، وهذا يعني أحد أسباب وهذا ما يبدو الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي. هذا ما يبدو أستاذ رتيب، أبقي معي لو سمحتي، هذا ما يبدو واضحا على أن رغم أن المقاومة الفلسطينية تقوم بقتل جنود صهاينة أو أسرهم، إلا أن الجيش جيش الاحتلال بترسانته المتطورة الحربية يقوم بقتل المدنيين بدل أن يقوم باستهداف المقاومة رجل لرجل. هل هذا الأمر يؤشر على شيء ما؟ يعني عندما نتحدث عن تحذيرات أمريكية دائما أستاذ محمود، دكتور محمود، كلما حذرت أمريكا إسرائيل من عدم استهداف المدنيين تقصف إسرائيل المدنيين، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أولا فضح السياسة الأمريكية الإسرائيلية. أمريكا هي التي توفر الغطاء الدبلوماسي والسياسي والحربي والمالي، وهي التي تسير 280 طائرة جسر جوي بشكل مباشر وحوالي 70 باخرة تنقل العتاد والأسلحة وما إلى ذلك، وهي التي تعمل الآن حتى يتم نقل بنيامين نتنياهو ليقوم بخطاب يصفونه بأنه خطاب تاريخي أمام الكونغرس الأمريكي. أمريكا عمليا أمام ازدواجية خطاب، هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن هذه الإبادة الجماعية وعن هذا الأمر الذي عنوانه الغطرسة وذبح المدنيين العزل وانتهاك حرمات النساء والاعتداء على الشيوخ والحرائر والأطفال. والأخطر من كل ذلك أن حرمة القانون الدولي وسمعة القانون الدولي بات في مهب الريح، لا مجال للحديث عن حصانة تقوم بها أمريكا للقانون الدولي الإنساني وبالذات فيما يتعلق بالمادة الثالثة الخاصة بحماية الأسرى، ولا المادة الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة. علينا أن نتنبه كثيرا إلى عدم صدق الرواية الأمريكية. أمريكا غيرت جزئيا من خطابها، وبالذات أن الرئيس بايدن قد تلقى الكثير من النصائح من مستشارين قانونيين وإعلاميين وخبراء في الرأي العام أن ما يحدث هو خطير وأنه لا مجال للدخول بمماحكات وإشكاليات مع الشارع الأمريكي الذي ينتفض من خلال انتفاضة الجامعات، ولا مجال لتبرير الأمر ما دام أن هناك وصفا دقيقا صدر من خلال قرار محكمة العدل الدولية ابتداء من 26 يناير الماضي وما تبع ذلك من خلال قرارات أخرى وتوصيات. والأخطر من ذلك أيضا أن مثل هذه القرارات دعمت أيضا من قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، والتي أعطت وصفا لبنيامين نتنياهو ولوزير جيشه بأنه ربما يقوم بمجزرة ويقوم بانتهاك فظيع للقانون الدولي الإنساني. ولهذا السبب نجد هذا الاستنفار، نجد هذه الفزعة من قبل أعضاء الكنيست. 109 أعضاء كنيست أكدوا رفضهم التام
لتوصية المحكمة الجنائية الدولية، مدعي عام المحكمة الذي أوصى بأن يتم النظر إلى ما يحدث على أنه خطير وعلى أنه يوصي طيب باعتقال ابقى بنيامين معي نتنياهو. دكتور لو سمحت، اسمح لي انتقل للاستاذه رتيبه. استاذه رتيبه، ما الذي يحدث وما طبيعه ما يجري ما بين الولايات المتحده التي يتم يعني يجري فيها او يعني شاهدنا تظاهرات ضد قتل المدنيين في غزه على ايدي جيش الاحتلال، تظاهرات لجامعات، ولكن هناك يعني غطاء امريكي لافت وغطاء أمريكي مستمر منذ اليوم الأول من الحرب وحتى اللحظة، ولكن ما حقيقة هذا يعني الخلاف، أو مثلا ما يصف البعض يصفونه عدم ثقة ما بين بايدن ونتنياهو، هل هذا الأمر صحيح أم هذا الأمر فقط للتمرير الإعلامي؟ يعني أولا العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة عضوية استراتيجية، لا يمكن يعني الفصل ما بين البلدين أو مصالح البلدين. كما تحدث بايدن في بداية هذه الحرب، مسألة أمن إسرائيل وقوة الردع لها هي مسألة أمن قومي أمريكية، وبالتالي عندما يتحدث عن مس في صورة إسرائيل أو صورة الردع لدى إسرائيل وكأنما هو يتحدث عن مسائل تتعلق بالأمن القومي الأمريكي. هذه المسألة أو هذه العلاقة العضوية في دور الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء إسرائيل أساساً، ودور اللوبي الصهيوني في تسيير الإدارات الأمريكية والضغط على مناحي الحياة الأمريكية، توضح بأن العلاقة الوظيفية المتبادلة بينهم ومصالح متبادلة بينهم، وأن من يقوم بتمويل هذه الحرب وإعطائها التغطية القانونية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية هي الولايات المتحدة الأمريكية دون أدنى شك. هنالك خطابات إعلامية تستخدم لتهدئة الشارع الأمريكي الذي بدأ يتغير في نظرته للعلاقة الوظيفية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل نتيجة حجم الفظائع والجرائم التي ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع العالم ككل. ولكن إذا تحدثنا عن حقيقة العلاقة فلم يحدث أي تغيير ولا يوجد أي خلافات، حتى في الخطاب إذا بتحلل الخطاب بشكل دقيق جدا، خطابات لم تتحدث عن وقف إطلاق النار ولا لمرة واحدة. الخطاب الأمريكي، لم يتحدث عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ولا مرة واحدة، ودائما يتحدث أنه لا نريد عمليات موسعة في رفح، نريد خطة لعدم استهداف المدنيين وخطة واضحة لآليات استهداف المقاومة الفلسطينية والسيطرة الأمنية على قطاع غزة. يتحدث عن جسم فلسطيني لإدارة قطاع غزة ولا يتحدث عن دولة فلسطينية أو حتى سلطة فلسطينية حقيقية على أرض غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن تلاعب بالمصطلحات ولا نتحدث عن خلافات حقيقية. عدم ثقة يعني الإدارة الأمريكية ببنيامين نتنياهو بأنه حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يضع خطة زمنية لتحقيق أهداف الحرب المرجوة منه والتي أعلن عنها، وهي غير واقعية طبعا أصلا لكل من يفهم بالسياسة، وهي القضاء على حركة حماس واستعادة الأسرى. ومن الواضح أنه لم يستطع تحقيق هذه الأهداف، والمطلوب منه حتى من قبل المعارضة الإسرائيلية، يعني إذا اعتقد البعض أن المعارضة الإسرائيلية وضعها أفضل أو هي يعني تؤيد الحقوق الفلسطينية فهو مخطئ طبعا. الخلاف بين جينتس ونتنياهو بأنه أعطاه مهلة حتى بداية شهر حزيران لتحديد مدة زمنية لانتهاء هذه الحرب وتصور عن اليوم التالي للحرب كيف ستدار قطاع غزة دون مخاسر إضافية لإسرائيل وآليات القضاء على حماس. يعني المطلوب منه هو وضع خطة يعني زمنية وأهداف واضحة لهذه الحرب وللخطوة التالية لما بعد هذه الحرب. هذا الخلاف ما بين هذه الحكومة والمعارضة لهذه الحكومة، هذا الخلاف بين هذه الحكومة والإدارة الأمريكية. أما فيما يتعلق بإبادة الشعب الفلسطيني فهو أمر متفق عليه ما بين جميع الأطراف الأمريكية والإسرائيلية، وهم شركاء في عملية الإبادة التي تجري ضد شعبنا ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، ليس فقط باستهداف قطاع غزة وإنما أيضا من ينظر إلى حجم العمليات التي تستهدف المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وقبل ذلك محاولة إثارة يعني العنف في مخيمات لبنان، وأيضا محاولة إنهاء وجود الفلسطينيين في لبنان بعد أن استطاعوا تهجير الكثيرين من المخيمات في سوريا. هي خطة محكمة لجميع هذه الأطراف لمحاولة إنهاء القضية الفلسطينية بالقوة وبفرض الأمر الواقع. نعم سيدة رتيبة. دكتور محمود، حتى الأطفال يتم اعتقالهم في الضفة الغربية،
يعني هل يريد نتنياهو أو يريد الاحتلال القضاء على المقاومة من خلال قتل المدنيين جميعهم واعتقال الأطفال وتعذيبهم؟ يعني ما الغاية مما يرتكبه أو يقوم به جيش الاحتلال من عمليات اعتقالات في الضفة الغربية؟ نحن نتحدث وقبل نصف ساعة اغتال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي طفلا في منطقة بيت عنون بعمر 15 سنة إلى الشرق من مدينة الخليل، ما يعني أن الأمر يتعدى الاعتقال. نحن نتحدث عن اغتيال بدم بارد، اغتيال أطفال. هذا حصل خلال العدوان الأخير قبل 6 أيام في مخيم جنين، وفي مدينة جنين 12 شهيدا من بينهم 4 أطفال غالبيتهم كانوا من طلبة المدارس في طريق العودة أو الذهاب إلى المدرسة. نحن أمام سياسة عنوانها الغطرسة، تهدف هذه السياسة إلى إيجاد بيئة طاردة للفلسطيني وإيجاد حالة من الفوبيا بين صفوف الأجيال الصاعدة، وهم عمليا يعملون من أجل غرس حالة من الرعب الشديد لدى الطفل الفلسطيني ولدى الأجيال المتعاقبة. يعتقدون بأنهم يستطيعون تحقيق ما كانوا يتحدثون عنه قبل حوالي 20 سنة، وهو كي الوعي. وهم يعتقدون، وهذه سياسة رسمتها هيئة الأركان في إسرائيل قبل عقدين من الزمان، كانوا يعتقدون أن مثل هذه الجرائم قد تدفع باتجاه دفع الفلسطيني للهجرة، أو دفع الفلسطيني لنسيان شيء اسمه حق العودة أو تقرير المصير، ويعتقدون بأنه يمكن أن يتعايش مع عصابات المستوطنين وأن يسلم مع حالة الذل والخنوع. ولكن قانون الحياة حقيقة أنه يتجسد في فلسطين، لكل فعل رد فعل مساو له بالمقدار ومعاكس له بالاتجاه. وإذا ما نظرنا إلى طبيعة الأجيال الصاعدة، فجيل هذا اليوم هو أكثر شراسة من الجيل الذي عرفناه عام 1987 عندما كانت انتفاضة الحجارة، وجيل هذا اليوم أكثر قوة وعنادا من جيل انتفاضة الأقصى عام 2000، ما يظهر أن ما كانت تتحدث عنه جولدا مائير بأن الكبار يموتون وأن الصغار ينسون، هذا عبارة عن وهم وسراب، وأن الواقع أن الفلسطيني يورث حب فلسطين جيلا بعد جيل، وأنه لا يمكن الخنوع ولا يمكن التسليم بسياسة إسرائيل مهما بلغت هذه القوة وهذه الترسانة. ودائما نقول أن الأمر ليس له علاقة بالقوة العسكرية، لأن إرادة الطفل الفلسطيني بات مؤكدا بأنها تهزم قوة إسرائيل النووية. هذا الجيش الموجود في الميدان والذي لديه تقنيات الذكاء الاصطناعي ولديه تغطية من الجو ولديه أعلى التقنيات على الأرض، وهو متواجد في مجنزرات شديدة التحصين وفي حالة رعب وخوف من مقاتل فلسطيني يعمل بإمكانات داخلية وبتصنيع فلسطيني محلي ولا يعمل بتقنيات أمريكية غاية في التطور. إذن الأمر له علاقة بإرادات، بتصميم على تحقيق الأهداف. وعندما نتحدث عن هذين الأمرين، فالفلسطيني عموما وفي غزة بشكل خاص هو عنوان للتحدي والصمود وقهر هذا الاحتلال الغاصب. شكرا جزيلا دكتور محمود خلوف القضاة، كنت معنا من جنين، الأكاديمي والمحلل السياسي، ونشكرك شكرا جزيلا. عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس الأستاذة رتيبة النتشه.